استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق ايريك بلتيه نائب المدير العام للمديريه العامه للعلاقات الدوليه والاستراتيجيه بجمهوريه فرنسا، واكد سموه على اهميه علاقات الصداقه والتعاون القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه فرنسا. وما يشهده التعاون المشترك بينهما من مستويات متطوره في مختلف المجالات في ظل تطلع كلا البلدين الصديقين الى تعزيز آفاق هذا التعاون في مختلف المجالات. مشيرا سمو الى اهميه تعزيز فرص التعاون وتطويرها بما يساهم في تحقيق الاهداف المشتركه بين البلدين الصديقين وخلال اللقاء جرى بحث سبل الارتقاء علاقات البلدين في مختلف القطاعات بالإضافة إلى بحث القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء سعادة الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي